Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 8, transmission de la chaleur. Comme tu te rappelles, on a déjà dit qu'on a au début de la chaleur, on a dit qu'on a deux corps, corps chaud et corps froid. وكل واحد منهم عنده سا بروبر تمبيراتور يعني درجة حرارة ونحن بنقيس درجة الحرارة بالترمومتر والترمومتر يونيتا تبعته هي ديجري سلسيوس وتعلمنا كيف نقيس بالترمومتر انه ناخد شاك بوتي تيري ناخد شاك بوتي تيري على جنب ونطلع كل شحطة صغيرة قديه نشوف الليكيد لوين موصل ونرجع اخر شي من خلال الرقم اللي بيطلع معنا بنقول عندي هوت تمبيراتور ولا باس تمبيراتور عندي كور شود ولا كور فرواد. طيب قلنا هذيك المرة انه احنا حنبلش بارتي جديدة اللي هي ترانسفير دو لا شالور. كو سافي دير ترانسفير دو لا شالور؟ معناتها انتقال الحرارة. اتفقنا يعني ترانسفير يعني انتقال الحرارة. اتفقنا نحن مجرد ما معنا كور ساخن وكور بارد على طول الساخن بده يعطي للبارد حرارة. شو يعني هذا الحكي؟ يعني الحرارة بتنتقل. حرارة شو بيصير فيها؟ تنتقل. فإذا لا شالور الحرارة هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن حركة بارتيكولات صغار بقلب الكور. إذا كان عندي هالكور هيدا كل كور بالدنيا مثلا، خلونا نعطي اكزامبل أنا وياكم صغير. كل كور بالدنيا طلعوا لي هون على جنب، اكزامبل هيدي التفاحة. هاي التفاحة مثلا شو في بقلبها؟ بقلبها انسامبل دي بارتيكول، متألفة من بارتيكولات صغار. إذا كانت التفاحة ساخنة دفيانة هالبارتيكول الصغار هيدول بيتحركوا بطريقة كتير سريعة، معناتها الأجيتاسيون عندي كتير حركة سريعة، يعني عندي أجيتاسيون تري رابيد دي بارتيكول. فإذا أنا بقول هيدا الكور ساخن. إذا جيت بردته بيصيروا هدول البارتيكول الصغار بيتحركوا بطريقة كتير بطيئة أو شبه بيكونوا جامدين. فإذا بقول التفاحة باردة. فإذا اليوم شو الفكرة اللي لازم تعرفوها؟ قلناها هديك المرة وهلأ برجع بكررها، إنه أنا الشالور هي عبارة عن أجيتاسيون دي بارتيكول، حركة البارتيكول. يعني في بارتيكول بقلب كل كور لما بتكون أجيتاسيون تاعتهم تري رابيد بقول الكور شود، لما بتكون أجيتاسيون تاعتهم تري لونت بقول الكور فرواد. طيب فرضا انا جبت تفاحة صغيرة وجبت هالتفاحة وقررت انه انا بدي سخنها، لورسكو لو كور اشوف فيه بس سخنه درجة حرارته بدها ترتفع. بتقولوا لي التفاحة درجة حرارتها ارتفعت، لا تمبيراتور اوغمونت. كو سافي دي اوغمونت؟ ارتفعت. شو يعني تمبيراتور اوغمونت؟ يعني الحركة مجرد ما قلنا درجة الحرارة مرتفعة يعني التفاحة ساخنة او الكور ساخن، يعني حركة البارتيكول كتير سريعة مثل ما هلا حكينا هون بهالرسمة. لاجيتاسيون حركة البارتيكول بقلب الكور او بقلب التفاحة تري رابيد. شو يعني رابيد؟ يعني سريع. هيدي الجملة ابيان اتيديي. لورسكون شوف لو كور لا تمبيراتور اوغمونت، l'agitation des particules est rapide. Heidi a étudié. طيب اليوم حنعمل اكسبيريونس صغيرة. قبل ما نعمل اكسبيريونس حنتعرف على كم طريقة فيني سخن هالكور وتنتقل له الحرارة. ما نحنا كل كور قلنا انه كل كور بتسخن. يعني ليكو انتو دايما حطوا لي براسكم اذا انت ايدك ساخنه ورفيقتك ايدها بارده، اذا انت تقرتي لايدها لرفيقتك تكوني عم بتدفيها، بتقولي لها اعطيني لتدفي لك ايدك. شو يعني دفي لك ايدك؟ يعني الحراره بدها تنتقل من ايدك لايد رفيقتك. فاذا الحراره الايد الساخنه هي بتنقل حراره، مش الايد البارده بتبعت حراره. لا، البارده جامده بتضلها بمحلها ما فيها تتحرك ابدا البروده، اما السخونه هي اللي بتنتقل من كور للتاني. يعني انت اذا ايدك ساخنه بتقولي لها لرفيقتك اعطيني ادفي لك اياها، بس اذا هي بارده ما بتقول لك اعطيني لاسقع لك ايدك، بتصير هي ايدها بتدفى اذا حطيت ايدها على ايدك، صح؟ يعني اكزامبل صغير، هيدي اول ايد مثلا، هيدي مثلا شجره، هيدي شجره، هيدا انسان. اوكي، الشجره وجاي بالطبيعه كتير مسقعه، اجى هيدا الانسان ايده كتير ساخنه حتى على الشجرة، حط محل منه كتير مسقع. جيتي حدا اجا حدا تاني حط ايده محل ما حط الصبي، لقى الشجرة دفيانة.
فإذا هالصبي هو نقل لحرارة للشجرة، ليه؟ لأنه هو الساخن والشجرة هي الباردة. فإذا هو لأنه هيدا الشو، هيدا كورشو ساخن والشجرة هي الفروة، فهيدا لما حط إيده على الشجرة دفاها، انتقلت الحرارة من الشو للفروة. أما الفروة ما قادر ينقل الحرارة للشو أبدا، هذا امبوسيبل. دايما التمبراتور تي يعني تمبراتور أو الشالور الحرارة، تي هي درجة الحرارة، الشالور الحرارة بتنتقل من الكور شوت للكور فروة توجور، العكس أبدا ما بصير. دايما انتو احفظوا انه البارد على طول ما إله حال يتحرك، ما إله حال يمشي، كتير بيكون بارد جامد بمحله. أما الساخن هو اللي الحيوي، هو اللي بيتحرك، فالساخن هو اللي بينتقل للبارد، مش البارد بيجي لعند الساخن. البارد بضل قاعد بمحله والساخن هو بيجي لعنده بجرب انه يدفيه. اوكي، فإذا توجور لا شالور، شاك كور شوفي شو بو ترانسفيري دو لا شالور، بينقل الحرارة لمين؟ للكور فروا، ينقل الحرارة للكور فروا يعني للأجسام الباردة، فروا يعني بارد، شو يعني ساخن، ساخن بينقل حرارة للبارد. طب أنا كيف فيني أنقل حرارة؟ عندي كذا طريقة، عندي 3 طرق لحتى أنقل حرارة. أول طريقة فيني أحكي عنها هي الكوندكسيون، طريقة اسمها كوندكسيون. هيدي بتصير من خلال الأجسام الصلبة، من سوليد لسوليد، مثلا أنا ورفيقتي، إيدك والشجرة، إيدك والكنباية، كلياتنا أشياء صلبة. هيدي بتصير للكور سوليد. الكونفكسيون بتصير بالليكيد، حطيتي مي ساخنة ومي باردة، المي الساخنة دفت الباردة، فبتحكي انت بس عن عالم الليكيد. الريونمون بصير بالريون يعني بأشعة، مثل أشعة الشمس مثلا بتدفينا، هي لا مي ولا صلب، هي أشعة. فإذا الحرارة بتنتقل ب3 طرق، إليا تروا تيب دو ترانسفير. هالجملة لازم تحفظوها، إليا تروا تيب دو ترانسفير. بروميير تيب كوندكسيون بتصير بالكور سوليد، كونفكسيون بتصير بالكور ليكيد، ريونمون بتصير دابري لو ريون لو ريون أشعة. فإذا ريون أشعة، ليكيد سائل، سوليد صلب. نحن شو حنعمل هلأ؟ حنتعرف على كل وحدة لحالها. تعالوا نتعرف هلأ على الكوندكسيون. اليوم بس حنحكي عن الكوندكسيون، ما رح نحكي عن الكونفكسيون وعن الريونمون، لا بس الكوندكسيون. سي كوا لا كوندكسيون؟ سي لو ترانسفير. هيدي ا بيان اتيديي سا ديفينيسيون. سي لو ترانسفير انتقال، سي لو ترانسفير دو لا شالور ا ترافير لو كور سوليد، انتقال الحرارة عبر الكور سوليد مثل ما قلنا هلأ. سي لو ترانسفير دو لا شالور، انتقال الحرارة بين الأجسام الصلبة، يعني منو بين ايدك وبين المي؟ لا، لازم يكون سوليد وسوليد، يعني عندك 2 صور. شو يعني انتقال؟ انا فيني ابعت لحدا، اذا ما كنا شخصين، انا مثلا بدي اعطيكم مصاري، اذا كنت لحالي بعطي مصاري لحالي؟ لا، لازم يكون في شخصين لحتى يكون في تبادل. وهون نفس الشيء، لازم يكون في شخصين، واحد شو واحد فروة، لحتى يكون عندي تبادل. إذا ما كان عندي ديكور ما عندي تبادل. فإذا هالديكور بحالة الكوندكسيون إجباري لازم يكونوا سوليد، لازم يكون عندي جسمين صلبين. إكزامبل، طلعوا لي بهالإكزامبل الصغير. جبت ملعقة صغيرة أو سيخ، فيكم تجربوها أنتم بالبيت، سيخ حديد، لأنه ما كل الشوك أو المعالق اللي عندكم بالبيت هي عبارة عن، ممكن تكون نوعيتهم ألومنيوم أو شيء ممكن ما ينقلوا حرارة، فحسب النوعية. فأنتوا جيبوا سيخ حديد إذا بدكم تعملوا إكسبيريونس بالبيت وجربوها. شعلنا شمعة، بنجيب سيخ حديد بنحطه على الشمعة، بنحط الشمعة، بنجيب السيخ بنحطه على الشمعة وبنحمي السيخ. بعد شوي بدنا ننطر فترة، بنلاقي الحرارة بلشت تنتقل لحتى توصل لإيدي، ساعتها بحس بالسخونة، بحس إيدي سخنت. فإذا مجرد ما انتقلت الحرارة من هون لهون، عم تنتقل الحرارة بقلب المعلقة من هون لهون أو بقلب السيخ، يعني الحرارة مشيت انتقلت بقلب السوليد لحتى وصلت لعند إيدي، حسيت إنه أنا إيدي سخنت. هيدي العملية
انتقال الحرارة من أول السوليد لآخره، هيدي اسمها كوندكسيون. شو اسمها؟ كوندكسيون. تعالوا نشوف الاتابات. أول اتاب انشوف اون بارتي دو تيج دو فير، لازم إجباري يكون عم تحكوا أنتوا عن معدن، شي بينقل الحرارة مش عن خشب. الخشب ما بينقل الحرارة، الخشب إذا شعلتيه بيحترق بأرضه بس ما بينتقل، الشقفة اللي بتشعليها بتحترق. أما الحديد أو المعدن، إذا أنت حسيتي إذا أنت حاملة أي شيء، بتكوني عم بتحركي مثلا، عم تعملي شاي على النار، حركتي أنت بالمعلقة صغيرة وتركتي المعلقة على الغاز ورحتي رجعتي لتمسكيها بتلاقيها حميت، صح؟ ما فيكي ترجعي تحركي فيها. ليه؟ لأنه الحرارة انتقلت من تحت، من محل البريق من قحامي، انتقلت للمعلقة كلياتها. من هون نحن بنعرف، بس بنصدق من خلال هيدي الطريقة، إنه عن جد السوليد نوع من أنواع المعادن، يعني ميتال، حديد، ستانلس، كلياته بيحمى. حتى إذا حاطين مثلا أسوارة صغيرة بإيديكم، مثلا بتكونوا عم تسخنوا شي على النار، بتوصل حرارة للأسوارة، بعد شوي بتبعدوا بتلاقوا الأسوارة حرقت لكم إيديكم. ليه؟ لأنه الأسوارة من نوع من أنواع المعدن، الذهب نوع من أنواع المعدن. فشو بيصير؟ مجرد ما إجت حرارة عليها بتنتقل بكل الأسوارة فبتحرق لك إيديك. نفس الشيء المعلقة اللي بتكونوا عم تشتغلوا عليها على الغاز، إذا بتحطوها شوي وبتنسوها، بعد شوي بتيجوا لتمسكوها بتلاقوها حمت من تحت لفوق، ما بقى فيكم تمسكوها. من هون نحن بنعرف إنه الحرارة انتقلت من المعلقة من أولها لمحل ما أنت بتمسكيها من فوق. هيدي العملية اسمها كوندكسيون، انتقال الحرارة بقلب الكور سوليد. شو بحس أنا بس سخن السيخ أو السيخ الحديد؟ لا تمبيراتور دو لا تيج، يعني تيج سيخ أو أي شيء. لا تمبيراتور دو لا تيج أوغمونت، ارتفعت. ما بتلاقوا التيج سخن؟ يعني حرارته ارتفعت. مجرد ما قلته سخن يعني حرارته ارتفعت. بعد شوي شو بشوف؟ كل التيج صار ساخن، والدليل بيجي أنا بمسك التيج من هون أو المعلقة من هون، بلاقي محل مني عم بمسك صار ساخن، ما بقى فيني أمسكه. فإذا بضل يسخن من هون بتمشي الحرارة لتوصل للآخر. بهالطريقة شو بقول أنا؟ لا شالور اي ترانسفيري ا بارتير لا تيج. لا شالور اي ترانسفيري، الحرارة انتقلت، ترانسفيري من خلال التيج أو السيخ الحديد. تيج يعني سيخ، ما بعرف شكون تسموه، حيلا شي معدن وطويل. اوكي، فاذا شو لازم نحفظ؟ تعالوا نحطهم هون على جنب. اول شي انشوف لو سوليد، كان بارد وسخنته انشوف، بعدين شو صار؟ تمبيراتور اوغمونت، توت لو سوليد او توت لو تيج دوفيان شو، توت لو سوليد devient chaude. كله سخن. هذه هي الاكسبيرينس اللي عملناها، فيكم تعملوها بالبيت اذا بدكم. تعالوا نشوف عملية قدامنا. جبنا شمعة او جبنا غاز، انتوا اعملوها اكيد مش فوق شمعة، اعملوها فوق الغاز. جيبوا سيخ حطوه فوق الشمعة، طلعوا شو بيصير. شوي شوي بتمشي الحرارة لحتى توصل لاخر التيج. هيدا لازم يكون تيج انفير من حديد. شو صار؟ حارجع لكم اكسبيرينس. هيدا تيج سخناه على الغاز، ليكو الحراره كيف عم تنتقل فيه، ضلت تمشي لو وصلت لاخره، ضلت الحراره تمشي من هون لو وصلت للاخر. هيدي العمليه اسمها كوندكسيون. في اكسبيرينس صغيره عملناها هيديك السنه مع رفقاتكم، عملناها بالصف. جبنا سيخ اللحم الحديد العادي، وجبنا شمعه على الصف او فوق الغاز اذا بدكم، بيكون احسن اسرع. شعلنا السيخ، شو كنا حاطين عليه؟ جايبين شمعة ملزقين هون بيناز، لزقنا بيناز هون، بيناز هون، بيناز هون. كيف لزقناه هون؟ بالكيت تاع الشمع، حطينا نقطة شمع هون بعد ما دوبنا شمعة، جبنا شمعة هون دوبناها حطينا هون نقطة وعلقنا عليها البيناز أم علق، رجعنا حطينا نقطة شمع هون علقنا عليها البيناز أم علق، وحطينا نقطة شمع هون، هي شمعة مثلا، حطينا هون كمان نقطة شمع وحطينا بيناز أم علق. شو عملنا؟ قربنا السيخ من النار فوق الغاز وانطرنا شوي. بعد شوي شو لقينا؟ لقينا هاي البيناز وقعت. ليش؟ اجت نار على الحماوي على الشمعة، فداب الشمع اللي مهدى البيناز أم وقعت البيناز. انطرنا شوي صغيرة، انطرنا انطرنا، لقينا هون كمان وقعت البيناز، كمان هي وقعت، كمان اجت حماوي على نقطة الشمع اللي مهدين فيها البيناز،
فدابت نقطة الشمع قام وقعت للبيناز. كمان انطرنا شوي لقينا هون وقعت هيدي البيناز. فهون اكتشفنا انه هالصيخ اللي حميناه انتقلت الحرارة من اوله لاخره فحمي كلياته، والدليل انه البيناز اللي حطيناه هون عليه وقعوا كلياتهم. هيدي عملية الكوندكسيون، حارجع عيد اعملوا اكسبيريونس بالبيت ديفوار، واللي بتخلصها بتعملها فيها تصور لي اياها فيديو وتبعت لي اياها على الخاص وبنشوفها وببعتها لانا لرفقاتكم. شو الديفوار؟ بتجيبوا سيخ لحمة حديد مش خشب اكيد، حديد. شو لازم يكون؟ حديد. بتجيبوا شمعة بتحطوا هون نقطة شمع وبتعلقوا عليها بيناز، ترجعوا هون بتحطوا نقطة شمع بتعلقوا بيناز، وهون نقطة شمع بتعلقوا بيناز، وبتشعلوا الغاز. هيدا غاز، بتشعلوا الغاز وبتنطروا. لازم اول بيناز توقع، تاني بيناز توقع، تالت بيناز توقع. فاذا شو منقول؟ لا شالور اي ترانسفيري لو لونغ دو لا تيج. لا شالور هيدي جملة تريز امبورطون، بعد ما تعملوا الاكسبيريونس تكتبوا لي اياها. اي ترانسفيري انتقلت لو لونغ دو لا تيج، لو لونغ دو لا تيج. هيدي الاكسبيريونس، بعد ما تعملوا لي اياها انا حارجيكم اياها فيديو، انا حكون عملت لكم اياها وارجيكم اياها كيف بتصير، بس مش هلا، المره الجايه. فاذا هيدا هو الديفوار، بتجيبوا سيخ حديد، بتجيبوا شمعه بتذوبوا، تحطوا نقطه على السيخ الحديد بتهدوا بيناز فيه، ما تبعدوا كتير البينازات عن بعض مشان ما تنطروا كتير فوق الغاز وتشعلوا غاز كتير، لا قربون على بعض ما بيأثر. ايه، وحطوا هون لازم كل شوي توقع بينازه. هيدي الاكسبيريونس عنكم اياها ديفوار. طيب في ريمارك صغيره بدي اقول لكم اياها هلا. اذا عملنا نفس الاكسبيريونس شو جبنا؟ تيج من بلاستيك او من خشب، وشعلنا تحت، وليكو شو حيصير؟ شعلنا، الحراره ما بتنتقل، بيحمى بس راس السيخ البلاستيك او الخشب. واذا لاحظتوا اذا كان بلاستيك بيدوب راسه. ليه؟ لانه الحراره بتضل بمحلها، بتموت بمحلها، لا بتمشي ولا بتنتقل. اذا بتضلكم حاملين السيخ كل الوقت ما بتوصل الحراره على ايديكم، لانه البلاستيك ما بينقل حراره. لا شالور بل بالبلاستيك ني با ترانسفيري. هي جمله تريز امبورطون. اذا شو الكونكلوزيون؟ لو فير ات ان كوندكتور كار il fait transférer de la chaleur. اما البلاستيك اي ايزولان كار ne peut pas transférer de la chaleur. فاذا اليوم بدنا نحكي بعد كل هالحكي، التيج ان فير، ليكو هون ريزومي صغير تفهموا كل شيء. تيج فير شو بيعمل؟ ترانسفير دو لا شالور، ترانسفير بينقل حراره. فاذا شو بسميه؟ فاذا هو اسمه كل شيء بينقل حراره اسمه كوندكتور. فاذا التيج هو كوندكتور. فيكم تحطوا هيدي الريزومي عندكم على جنب. وهون اذا عندكم تيج بلاستيك او بوا، بلاستيك ne transfère pas de la chaleur، ne transfère pas de la chaleur. فاذا شو بسميهم اللي ما بينقلوا حراره؟ ايزولان، عازل. فاذا شو يعني كوندكتور؟ ناقل حراره. هدول الكلمتين لازم اليوم نطلع حافظينهم، كوندكتور بينقل حرارة، ايزولان عازل حرارة، عازل. فإذا شو الكونكلوزيون اللي لازم نحفظها؟ أول شغلة أنا عندي كورشو وكور فروا، الكورشو بيقدر يعطي حرارة للكور فروا، فأنا فيني أنقل حرارة من خلال عملية اسمها كوندكسيون. الكوندكسيون ما بتصير إلا للكور سوليد. جبنا سيخ حميناه لقينا الحرارة انتقلت من أوله لآخره، فإذا التيج الحديد هو كوندكتور لانه نقل حراره. لا شالور اي ترانسفيري، ما بقى تقولوا لي نقل حراره، بتقولوا لي لا شالور اي ترانسفيري. جبنا تيج بلاستيك ما نقل حراره، ما حمت ايدي لانه ماسكته، ضليت ساعه حاطته فوق الغاز ما حمت ايدي. او سيخ لحمه تاع الخشب جربوا ما بتحمى ايديكم. فاذا البلاستيك او البوا هو ايزولان لانه نو في با ترانسفيري دو لا شالور، ما بينقل حراره. فاذا انا عندي اثنين كورسوريد، يا بينقل حراره يا ما بينقل حراره. اذا نقل حراره بيكون عملية الكوندكسيون تمت، بيكون اسمه كوندكتور جاي من كلمة كوندكسيون. إذا منع الحرارة بيكون عملية الكوندكسيون ما تمت، فإذا اسمه إيزولان،
عاضلة الحرارة ما بخليها تنتقل. هيدا هو شابيتنا لليوم، بتمنى تعملولي الاكسبيريونس وتصوروا لي اياها وتبعتوا لي اياها، وهيك بيكون تري فاسيل هيدا الشابيتر. ميرسي بوكو بوفو.